السلام عليكم. برنامج موشن بيلدر من البرامج القوية، بحيث إن أنت ممكن تضيف أشكال وتخليها تبدأ تمشي وتتحرك وكذا، وتضيفها بعد كده للماكس أو الماية أو أي برنامج من البرامج دي. الأول الاختيارات مش هتعود عليها، ممكن تيجي هنا أنت أكشن مود وتختار أني حاجة اللي هتعود عليها، الليزر الأيمن والأيسر والوسط حسب ما أنت بتعود. طيب عايزين نبدأ نضيف شكل عشان نشوف هنتعامل معاه إزاي. هاجي هنا من الأسيت براوزر واختار اي شكل، ممكن تختار اللايت، ممكن تختار اي حاجة وتبدأ تضيفها بالشكل دوت. تقدر تعمل ان انت تعمل اوربت، ان انت تدوس هنا تخلي الشكل يلف معاك اهوت. ممكن تبدأ تحرك اللوحة حسب قريبة منك، ممكن تبدأ تعمل زوم اهوت زي ما انت عايز. ممكن من هنا تبدأ تختار اذا كنت مثلا عايز تعمل سيلكت، ان انت تعمل سيلكت على العنصر نفسه، او انا عايز اعمل دراج بحيث ان انت لو دايس في اي مكان بره يبدا يعمل معاك دراج، او انت عايز الاكس والواي والزد هما اللي انت هتبدا تتحرك من خلالهم اهو. زي ما شايف انا بره الشكل اهوت، ومع ذلك بتحرك في الاكس والواي والزد. طيب من هنا بقى تقول له انا عايز الريفرنس ورك بتاعي، يعني هنا دلوقتي هو بيتحرك حسب الاكسات اللي هو واقف عليها ديت، يعني واخد نفس الاتجاه. لو اقدر انا عملت له روتيت للشكل اهوت، ماشي، خد نفس الاكسات، بس لو ما اقول له لا اللوكال هياخد الاكسات بتاعت الشكل اللي انا عملت له روتيت، ودي بتبقى مهمة. يعني ساعات بتحتاج ان انت تشتغل على ديت، ساعات بتحتاج ان انت تشتغل على ديت. طيب عايزين نبدأ نشوف ازاي نضيف حركة. الحركة هي من هنا الكينج، تبدأ ده التايم لاين بتاعي، يعني هاجي هنا اقول له ده ضيف لي هنا كي ات تايم اوكي، وبعد كده هاجي في مكان تاني وابدا احرك الشكل بتاعي اهو. تقدر تعمل له روتيت مثلا اهو، تعمل له سكيل، وبعد كده تقول له كي ات فريم، وبعد كده تيجي في مكان تاني خالص وتبدا تعمل موف مثلا بالشكل دوت، وتقدر تعمل سكيل موف روتين زي ما انت عايز، وتقول له ايه كي ات فريم اوكي، وتبدا تشوف الحركه بتاعتك اهي. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، انت مجرد بس تحدد كذا مكان، وكل مكان بتدي تغير الاعدادات اللي انت عايزها من حيث الروتيت سكيل والموف، ويبدا ينفذ لك الحركات ديت زي ما انت شايف. ممكن تيجي مثلا في أي مكان وتبدأ تغير هنا اهوت، مثلا تيجي هنا وتقول له كي ات فريم اوكي، تبدأ تعمل الحركة اللي انت عايزها.